بفتكر المؤتمر طبعا ناجح ووقته مناسب. اليوم مع موضوع المولات مثل ما قلنا مرتبط بموضوع السياحة وموضوع يعني تشجيع الاستثمار في المجالات اللي تشجع السياحة. طبعا الوضع السياسي اليوم صعب، بس المهم يكون يتحسن الوضع. بس المؤتمر طبعا ناجح من ناحية استقطاب الناس ويعطي فكرة واضحة عن دور المولات ومستقبل الفرنشايز بهالموضوع هذا.